طيب ثبات الوزن عشان طلب مني كتير جدا. مبدئيا كده انت ثابت في الوزن مش بفعل انك انت غيرتش النظام، لا انت ثابت في الوزن عشان بفعل انت ما راجعتش حصص الكربوهيدرات اللي انت بتاخدها في اليوم. حصص الكربوهيدرات هي اللي بتحكم عليك وزنك، ده رقم واحد. رقم اتنين، الكرب مش رز وعيش ومكرونه، الكرب موجود في الحليب، الكرب موجود في المياه الغازيه، السكريات الصريحه، الكرب موجود في العسل، الكرب موجود في التوست، الكرب موجود في الفريك، الكرب موجود في الشوفان، الكرب موجود في كل العناصر الغذائيه. في البروتينات النباتيه في كرب، الجزء الاكبر منها كرب. البروتينات الحيوانيه ضئيله الكربوهيدرات، عدا حاجة واحدة بس ان انت ممكن تلاقي فيها كارب شوية، حوالي 5 جرام او 7 جرام كارب لكل 100 جرام، الكبدة، لان هي اول مصدر طاقة بيتخزن فيه السكر. فلذلك انت لازم تراجع حصص الكربوهيدرات وبالاخص كمان الخضار، سواء كان خضار نشوي او غير نشوي. طب يا دكتور، هو ينفع كل الناس تمشي على كم كارب معين واحد قليل؟ لا، كل واحد مننا بيتابعنا من خلال العالم كله بيبقى ليه حاجة اسمها الحد الأدنى لاستهلاك الكرب اللي بيسمح لجسمه انه هو يخس، او يسمح لجسمه انه يحافظ على الكتلة الدهنية. فرقم واحد راجع حصة الكرب. رقم اتنين، حصة البروتين، ده الشخص النزيه ما ينفعش يزيد عن حده وزن 80 غير 100 غير 120. فانت المتعارف عليه ان حصة البروتين 0.8 تماما 10 في وزنك هيطلع رقم البروتين، وانا عملت حلقة عن البروتين امبارح. رقم ثلاثة، الناس اللي هي فاشخة الواقع، تعالوا معايا، الناس اللي عايز تخس 5 كيلو في الاسبوع، مفيش الكلام ده. انت جسمك في الاول بينزل شويه ميه وبعد كده بيبدا يقل معدلات الحرق، فخدها قاعده، كلما قل الوزن قل معدل الحرق. فما تعليش سقف طموحك يابا، مفيش الكلام ده. انت بتخس كل اسبوع من نص كيلو لحد كيلو، لو انت عملت كده وش وظهر ودقن وبص عسل. ده بالنسبه للاوزان اللي هي اقل من 100. طب فوق ال 120 ممكن كيلو ونص 2 كيلو هو ملتزم كمان. فالتزامك بايه؟ حصة الكرب، حصة البروتين، وانك انت تاخد الدهون بتاعتك صحية بكمية ضئيلة كمان عشان دي سعرات، خلاص بتاخدها ايه مضافة بكمية بسيطة يا اما حصل عليها من داخل البروتين ذات نفسه. الناس اللي بتستهلك بروتينات نباتية لازم تراجع حصة الكرب كويس قوي، لان ال 100 جرام فول فيهم 8 جرام بروتين فيهم حوالي 20 جرام كرب، فخلي بالكو نقطة مهمة جدا. رقم ثلاثة، عدم الرياضة، متحركوش ليه؟ عملوا زودوا الحركة، عشان لو استهلكت كمية كارب كتيرة ورفع السكر في الدم والأنسولين يبدأ يرتفع، تبدأ الرياضة تنزل لك وتعالج لك شوية وتفتح لك الخلايا لاستقبال السكر، وجسمك يخلص السكر اللي في الدم ويدخل على الدهون المختزنة. النوم يا جماعة، النوم يا جماعة مهم. التوتر، ناس المتوترة دائما، خلاص لازم تهدم التوتر. ناس بتوزن كل يوم، ما ينفعش الميزان مرة كل أسبوع على معدة فاضية بعد حمام. وكمان أهم نقطة، راعي إنك أنت تبقى شايف مقاساتك كمان. وأهم ما في الموضوع، أوعى تفتكر إن ثبات الوزن ده بفعل إن أنت ما غيرتش النظام، عشان ناس كتير جدا عندها المعتقد ده. أنا بقالي كتير ماشي على النظام ده فبالتالي جسمي ثبت. لا، أنت بتثبت بفعل الكربوهيدرات اللي أنت بتاخدها ممكن تكون مساوية لاحتياج جسمك، أو بتتناول حصص بروتين اعلى من احتياج جسمك، او مش موفر النوم الجيد، او مش بتاخد كمان ايه المكملات الغذائيه، البوتاسيوم، المغنيسيوم. العناصر دي مهمه جدا لطرد الميه، وبعد ما تطرد الميه تخلي الجسم يحفز معدلات الحرق. ارجو تكون يا جماعه حلقه النهارده جميله كده اهو، وفي مختصر المفيد عشان تعرف تفك الوزن واحسب سعراتك كويس وانت بتخس. السلام عليكم.